ورقة وقلم امسكي يا جميلة اللي بتتفرجي علينا، ورقة وقلم واكتبي ورانا روشت الجمل اللي بتتقال في نفس المناسبة كل سنة من غير ما تتغير. زي مثلا تلاقي اللي بتقولك في آخر السنة شكرا 2023، كشفت لي ناس على حقيقتهم وعرفتينا مكان البلوك فين. طبعا الجملة دي الله شارحة الله نفسها الله أصلا، الله الله شارحة الله. نفسها. حلو، مكان البلوك فين ده؟ شارحة نفسها. تلاقي انا بسمع فعلا الجملة دي كتير جدا يا بوس. شكرا شكرا. وبينتي لي الناس على حياته. تلاقي اللي كاتباها ملقحة على كل اللي حواليها وعمالة تكلم صاحباتها، ما هي ما تلقح الجروب بقى. الناس بقى بترد عليها بقى لازم في ترد. كومنتات، ما بنسكتش بقى، هنرد بقى على كومنت، نرد بقى اللي كاتبه البوست ترجع ترد ومش عارفه ايه. تقوم مكلمه صاحبتها تقول لها ايه، شفتي فلانه، شفتي خدت الكلمه على نفسها على راسها بطحه، وعلانه دخلت كتبت كذا. ما هو اكيد بقى اللي كتب يبقى على راسه بطحه. والكلام ده بتقوله كل سنه؟ كل سنه هتشيل بس ثلاثة وتحط أربعة، ما يعني شاء بدل الله 2023 هتبقى 2024. ما هو إكليشيه ليه يا شاف؟ بيتكرر مكرر كل سنة، مكرر مكرر كل سنة. فكرتني يا أبو بوسي برضه بجملة بقراها على السوشيال ميديا. إيه بقى؟ الستات ده ما بيكتبوه. إيه؟ اللي هي إيه؟ إيه بقى؟ بتقول يا بنات أنا في آخر السنة عايز أقول أنا لسه إيه؟ كويسة. أنا لسه قوية. أنا لسه جدعة، أنا لسه كمان الست القادرة تكمل وتستحمل رغم كل حرف محدش هيعرف عنها حاجة، رغم كل حرب حرب محدش يعرف عنها حاجة. تخيلي يا عيني، شفت الست الجامدة؟ يا عيني. ليه دايما عايشين في دور المظلومية؟ هي مظلومة وبتاع، ليه ليه ليه؟ مش كل الناس، في ناس بس الناس بالعصبة يا بوسي، دور الضحيه ده من الحاجات يا جماعه. انا قلت لكم من يوم الاحد في حاجات كده لازم نبدا نشتغل عليها ونحس بالارم. الارم ده يعني انذار خطر. في جمل كده انا بقولها لكم من يوم الاحد، يا ريت تكتبوها برضو. الاحساس بالضحيه ده من الالارمز. احساس كده ناقوس الخطر. اللي حاسس نفسه او حاسه نفسها في دور الضحيه طول الوقت ده اكيد معرقه لحاجات كتير جدا في حياتها وموقفها عن نجاحات كتير قوي. تبدا تعالج الموضوع ده. مفيش حد يعني مفيش حاجه اسمها دور الضحيه. انا مسؤوله عن كل حاجه حصلت لي في حياتي، مش برمي المسؤوليه على الاخرين. اللي عايش دور الضحيه لازم يتصرف حالا من النهارده. زي ما انت قلت الجمله اللي انت بتقراها دي، تلاقي برضو في ستات تانيه بتختصر بقى الجمله الطويله أيوة دي في إيه بقى؟ وتقول ايه بقى، انا اخوض حربا انتم لا تعلمون عنها شيء. تقولش بتحارب في الجاهلية. مش عارف الجمل كتير يا جماعة. ما دي نتيجة ايه يا بوبسي؟ نتيجة ايه؟ النم 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 النم. لا اقول لك انا نتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ جوزها منكد عليها عيشتها. يا نهار ابيض. والله انت كل حاجة يا بوبسي عايزة تحط فيها جوزها. ما هو الاساس. صدقيني لا. مش هو الراجل الاساس. هو الراجل بس ولا لا. مين؟ ولا مين الاساس؟ اللي هو المجتمع، الحبايبها اللي في كل اريا. جوزها أهم حاجة في حياتها. الجمل